سلامي حزني حد خاطر حكايه بيناتي انا وياه اليوم باش نفضها كي درا شنو تعمل راس راس عندي برشا ما حكيتش عليها باش نحكي عليها اليوم كلم فيك حكم وخايتي لاباس حكومة راكي قارتيني وفدتيني وفتقتيني من بعض حكومة بلا مع بعضنا الجمهور يحب يسألك لاباس ما ظهري خاطر الشعب مش لاباس بصراحة ولا العظيم شو معناتها عادي معناتها تقول نسالش تكلم كانك انا وحد نحسبني وخيك انا راس راس ما يسمع فينا حد هي نورمال كان مريضه شويه بالكش عندك السخان كان عندك سخان ولا تحبي ترتاح باري يرقدي ما يسالش قول يقفي قولي برجو لا راني نحب نرتاح ارتاح 10 ولا 20 سنه يرقدي فيهم مليح اكثر ما كي راقد ومن بعد ارجع نستنوك راه معنا حتى مشكل نستنوك راهو تعرف شنو شيء دوخ راهو صدقوني شيء هبل في الحكومه هذه وخير شنو ما عندناش تاجر باش لازك ترشحي في روحك والله سيبها باش لازك بدي راهو شعب عامل ثوره راه الحكومه بنيت عمي يا اخي تتعلمي في الحجام على روسلي تام يا ريدي خيرين اخويا خدمي لها شنو كثرتي لها بصراحه قولي قولي اقف كي قولي برجو لا راهي صعبت علي الحكايه ما نجمش نخلط ما نجمتش بالله نحب نسالك يا حكوم يا اخي متكيفه شي دوخ ورا شاهد كم متكيفه تكلمي نورمال ما عندناش مشكله نحن شعب سبري نسيبوا لك اللعب والله العظيم لنعدوك تحليل بيجي هيك يا معنا خالد كيفي وتفكرين ولا نسيتنا وخي راهو شيء دوخ والله كان نهار فرحت شويه باش ما نظلموهاش خاطر عندها سلبيات وعندها ايجابيات فرحت كي سي حمادي جبير يذكره بالخير مشى لك حايزه شوف اش عمل العرعور على كالزبابل ودرا شنو والوساخ عجبني بصراحه اما في الاخر فسد قال نحامل الحكومه المسؤوليه سي حمادي خد شنو بالكشي بعثتك الامم المتحده باش تزورنا قال لي عادك السيد رئيس الجمهوريه سي منصف المرزوق المرزوق غيرك رئيس راه تعرف شو معناتها الرئيس اخي ماكش مصدق اخي ماكش مصدق والله العظيم رئيس اقسم بالله العلي العظيم راك رئيس بالله المرزوق شنو رئيس صدقت تو اخي نكذبوا عليك وكان نهار شو طلعت لنا بها المره اللي فاتت قال تونس الى اين؟ باي كانت الشوفور ما تعرفش وين ماجيين نحن مش نعرفوا. شو دوا؟ ولا شيء دوا؟ يا مرزوق يا اخي وينك مواد الافطار؟ وش بيك مشيتش السنه لدار العجز؟ وينك الاعانات ولا تستنى حتى تجي الانتخابات؟ ايه خويا شنو برجولة يا حكم اسمع انا نكلمك راس راس انا وحد ما يسمع فينا حد كان تونس يا خويا كان ننصحك نصيحة شوفي وجهك في المراية تعرف شوفي وجهك في المراية ترى وجهك ملخلخ واصر تحبيش كاسترونجية تهدي بيه أعصابك يا خويا تحبيش نهزك لسيد الحلفاوي نكويلك نحسك مفجوع على خاطر برجولي ولا نحلو عليك كثير بالك شي مسحور اسمع لو خاطرك جماعة المعارضة يعملوا راه ولا بالك شي ياخذوك بعين ولا قول علاش باش ياخذوك بعين على زينك ولا نقول علاش ياخذوك بعين على زينك على قدك على خدمتك اللي تخدمي فيها تفرج السيد شهرين يخص في 200 الف ما خلصش فيها 200 الف ياخذوا بهم حمص هما كل يوم يا خويا اش بيك رايد خليكي رايد هكا هاو ننصحك نصيحه بالحق شنو هو؟ كلمتني كيفاه عامل فيك الصيام؟ نستنوك بعد رمضان باه نستنوك اما نقول لك من تو سكتنا عليها ياسر برجولي سكتنا عليك سكتنا عليك طافينا عليك الضوء قصت علينا الماء شيء هاو ننسك من تو انا هذي لا ينهضوا بيك الانتخابات جايه على الابواب اخدم على روحك باش ما تقولش من بعد ما نصحتكش انا نصحتك بنيت عامي رجلي امورك ونرجع لكلام شكسبير توحشناه انا برشا ما حكيناش عليه لا يغرك نوار دفله في الواد عامل ذليل ولا تعجبك حكومه حتى تشوف الفعايل محمد العربي المزي